يسعد مساكم جميعا، كل عام وانتم بألف خير. يمكن اشتقنا كثير لهاللمات الحلوة، ما هيك؟ أكثر شيء بيميزنا إنه نحن عيلة، عيلة بتجمع الكل. فاليوم شفيعنا مار الياس جامعنا كلنا، مجلس الرعية، إخواتنا بالهيئات جميعا، كل المؤمنين موجودين سوا ليحتفلوا ويرتلوا ويغنوا ويهتفوا ويصلوا بعيد شفيع هالكنيسة. مار الياس معروف عنه انه غيور، كثير بغار انه تكون كل العالم بتحب الرب، كل العالم بتعبده بقلب نقي، وكل العالم مجتمع حواليه. فنحن بنقول له اليوم دخيلك يا مار الياس، باركنا وخليك معنا مجتمعين حوالين اسمك ولا تخزلنا. اليوم أحبائنا بالصغار بجوقة الترتيل حابين يقدمونا كم ترتيل كتير حلوين. رح لكم شغلة إنه هن ما صلوا كتير زمان عم يتدربوا، صلوا فترة كتير قصيرة، فهالشي الحلو هاللوحة الحلوة اللي رح تشوفوها هي تعب بفترة قصيرة. لهيك رح نقول لهم أنتوا أملنا ومستقبل الكنيسة بالجوقة والترتيل مبني عليكم، لهيك بيستحقوا سقفة كتير قوية قبل ما يبلش. مثل ما انكم شايفين اكلاتنا متواضعه وبسيطه، بهمنا جو المحبه اكثر. حيكون كمان في عنا هون طاوله اللي هو شغل فرن قربان الكنيسه اللي افتتحناه حديثا كمان، ومعنا هون الصاج في مشروبات سخنه وبارده. طول بعمركم، يسعد مساكم جميعا، وكل عام وانتم بالف خير. الثاني لحضور
هللويا.